قد ما حكيتي بعالم الطفل والطفوله دائما بدك معلومه جديده، صحيح. بدك دائما تلحقي كل التفاصيل بهيدا العالم، لانه يوم عن يوم عم تتغير المعايير المجتمع، عم تتغير التطور اللي عايشينه اليوم. قدامهم نحن نكون شركاء ببناء شخصيه الطفل، وهذا طبعا واجب الاهل، واجبنا كلياتنا اليوم. اليوم قد ايه بياثر هذا المجتمع على بناء شخصيه الطفل؟ قد ايه نحن بنشوف المجتمع ممكن يهد ويمكن يبني، صحيح. بشخصيه اي حدا فينا، فكيف اذا الطفل يعني انت اليوم عم سفنجه عم تمرقي له يعني؟ صحيح صحيح، أكيد هذه القصة بتحتاج لمهارات كثير مهمة. اليوم رح نحكي عن بناء شخصية الطفل ومعلومات كثير مهمة لليوم مع ضيفتنا لليوم الأخصائية التربوية نغم طربي. يسعد صباحك يا نغم. هلا، يسعد انتبهتي انت للاسم نغم طربي، يعني اسم موسيقى هي كلياتها بتاخذ العقل. اشتقنا لك نغم، أهلا وسهلا فيكي. لما نقول يعني تربية الطفل أساسا مسؤولية كثير كبيرة، ولما نقول بدنا طفل يعني شخصيته قوية وبيعرف ياخذ قرار وبدنا إياه الطفل المثالي، كمان حتى نحن بنحمل أطفالنا كثير من القصص الكبيرة. لما نقول كيف فيني اليوم خلي طفلي هو صانع قرار، يعني بلش هي بيكون بتكوين شخصيته من السنوات الأولى ببناء الشخصية، وكتقيلة صانع قرار. خليني أقول خليني كيف في بالبداية يعبر عن رأيه لياخذ هيدا القرار. تماما، هو اتخاذ القرار مهارة كتير حلوة ولازم تكون عند الأطفال، لكن منبلش فيها من هنا وصغار. يعني صحيح. أنا الطفل لما بيحكي ببلش بيقول كلمة لا، هون أنا بدي استغل هاي الفرصة لحتى كون هاي الشخصية، لحتى خليه يعرف ياخد قرار بنفسه، وعادي حتى لو كانت قراراته غير صائبة مثلاً أو غير صحيحة، هذا الموضوع عادي. أحياناً الأهل خوفاً على أولادهم وحرصهم الزايد هن عم بدمرون، هن اللي عم يمحولون شخصيتهم. هذا الشيء هن ما بيشعروا فيه، لأنه هن كل فكرهم أن هن يسعدوا أطفالهم. فهون نحن دائما نقع بين جملتين دائما منرددهم للطفل، انه انا بعرف مصلحتك والانسب لك. وكثير كمان بنحكي لاطفالنا انه انت انا بعمل لك كل شيء، انا بعطيك كل شيء، بشتري لك كل شيء بتحبه، مهم انت ما يعني ما بنفسح له مجال انه هو يفكر ولا ابدا بالاشياء اللي هو بحبها. هي الاساليب التربويه اللي عم نستخدمها مع اطفالنا، اساليب ما عم نعرف إن هي خطأ، لكن الغرض منها هو إسعادهم. بأول شيء نحن لما أنا بقوله للطفل أنا بعرف مصلحتك والأنسب لإلك، هون أنا عم بخلق طفل ضعيف، ضعيف الشخصية، ما عم بقرر لأنه أنا قررت عنه. لما بيكبر أما بيصير هو متمرد على العالم الخارجي بحجة إنه هو بده يسيطر على حياته اللي سلبت منه، يعيش عقدة النقص اللي كان في صغره تماما، أو ممكن يكون تابع للأشخاص الموجودين حوله. هاي بالحالة الأولى لما أنا قرر عنه. لما أعطي الطفل كل شيء بده إياه وما خلي له مجال حتى ما بيصير عنده صبر، ما بيصير عنده قناعة، فهون أنا كونت طفل ما عنده قيمة للعالم الخارجي، ما عنده قيمة للأشياء اللي موجودة حوله. وهو بكل الأحوال رح يصير يعتبر هن المجبرين اللي حواليه أنه يقوموا بالأشياء اللي بدهم إياها. يعني هو واجب عليهم أو فرض عليهم. السنوات الأولى مهمة، يعني أنا بنتي عمرها 3 سنين ونص، بعملي ما تعملي ما بدك، قالت لي أنا أصطفل، فقلت أصطفلي أصطفلت تماماً. أنا عم يتحملوا هنا عم يتحملوا نتيجة قراراتهم. صحيح. الطفل بعمر صغير لما بياخذ قرار يعني بتكون هي النتائج بتكون بسيطة، صحيح. صحيح. أو بتكون حتى لو كانت سلبية مؤذية، يعني ما أنا مؤذية بتكون تماماً. هون عم يتعلم بدون ما يتضرر الطفل. لكن ليه نحن منبلش بعمر صغير؟ عم نبلش معه لأنه ما عم بتسبب له ضرر، لكن صحيح. عم بتعلمه هي التجارب، عم بتعلمه ليكبر. لما بيكبر بتصير قرارات، يعني هو حتى مشاكله أكبر، قراراته بتكون صعبة، قرارات مصيرية، فهو بحاجة ليقرر، وإذا كان قراره خطأ يتحمل مسؤوليته. هدول القرارات إن كانوا كتير بسيطين أو كانوا عن جد مصيريين بعمر الطفولة بدك تتعاملي بأسلوب كتير بسيط، بحاجة لهم نحن كأهل. بس شو بتقول لك؟ صبر أنا حلة. يعني اليوم الطفل بثلاث سنوات مثلا بنت لنور عم تقول لك اصطفل، يعني فأنت قدام حدا بدك تتعاملي معه بطريقة كتير سهل ممتنع، تكوني معه سهل ممتنع. اليوم هدول المهارات اللي نحن بحاجته لحتى نعزز القرار عند الطفل أو ليقدر ياخذ قرار ما يكون ما بنقول لك صح 100%، ولكن نروح شوي للأسلم بحياته.
أول شيء بدي أعطي خيارات محدودة. يعني أنا لما بكتر الخيارات للطفل هون هو بينتقل من مرحلة التمكين إنه هو عم بيشعر إنه هو قوي الشخصية لمرحلة الخروج عن السيطرة بتعدد هي الأشياء اللي نحنا أو الاختيارات اللي نحنا عم نقدم لها. فالأفضل نقدم اختيارين أو ثلاثة مو أكثر. ودائما بدنا نحافظ على الحدود والحدود تكون واضحة. بمعنى تختلف بالعمر. يعني طبعا أنا وسع الخيار يعني هو صغير الخيارات محدودة بتكبر حتى المساحة. تماما يعني المرحلة العمرية للطفل. صحيح؟ هلق نحنا لما بحط حدود وهي الحدود بتكون واضحة الطفل رح يتعلمها من هو وصغير. صحيح. أنا اليوم مثلا أو أعطيت مساحة لابني بأنه هو يختار لمدة أسبوع مثلا شو بدنا نأكل اليوم، هي بسيطة بتناسب عمر الطفل. فهون بعد أسبوع أنا لحالي قررت أنه أنا شو بدي، ما سألت ابني، أنا كنت معودته على شيء ورجعت لشيء ثاني، قررت لحالي عملت أكل مثلا. هون الطفل بده يشعر بالاضطراب، بده يرفض وبده يعمل كتير أشياء تزعج الأهل. ليه؟ لأنه أنت الأهل دائما ما كانت حدودا واضحة. يعني أنا لما بدي أمشي على سيستم معين مع الطفل بدي أكمل معه. صحيح. ما أستخدم مزاجيتي معه لأنه المزاجية بتزعج الطفل، حتى لازم ما تدخل بتربيته. ودائما لازم أعطي خيارات تكون معروفة عند الطفل، يعني مو تعجيز الشغلة. صحيح. إنه أنا أكون بدي إياها. يعني لما بدي روح على حفلة بجي بخيره، شو بتحب تلبس؟ التياب هدول أو بدك بيجامة أو التياب اللي رحنا فيهم مثلا على هديك الحفلة. طب ما نحن حطينا خيار، ممكن هو يختار البيجامة لأنه دائما الطفل الشغل الشيء المريحة لإله، لأنه هو ما بيعرف إنه هاي الأمور مثلا إنه الحفلة لازم نلبس له تياب غير. فأنتي هون عجزتي الطفل، بتصيري بتضطري لا اختار غيره. طب ما أساسا أنتي ما حطيتي خيارات معروفة عند الطفل أو منطقية لدى الطفل، وكمان ما فيك تحطي خيارات ما بيحبها. انت بتعرفي ابنك مثلا ما بحب التبوله، ما بحب الفتوش على فرض يعني، فانت بتحطي له بتحب تاكل هيك ولا هيك، طب ما هن الاثنين ما بحبهم. لازم يكون في مصداقيه بين الاهل، بين الام وبين الطفل كرمال يستمروا. ما من هون بلشنا اتخاذ شيء ما بحبه. في قصص كثير غلط طبعا، هي مو مسايره على شيء ما بحبه، بس انا الطفل هون انا عم بعطي مثال عن الاكل. بس هي دائما منبسط نحن الموضوع كرمال الفكره توصل أسرع على الطفل. أكيد أنا ما بسايره على شيء غلط، بس أنا بنفس الوقت ما فيه عنده. أنا لما يشوف الطفل شيء ملموس، شيء خطأ ملموس، بهذا الوقت بيصير الطفل بيبعد عن الخطأ. يعني أنا ما في على مبدأ أنه طفل صغير مثلا بعمر سنة أو سنتين أنه أنت ما تقرب على المي السخنة لأنه بتحرقك، هو ما رح يرد. طب ما كيف بده يتعلم؟ لازم يخطئ لحتى يتعلم. فهو بيروح بحط ايده على المي بيقرب على الصوبيا بيضمها. تماما هذا الموضوع. يعني ما فيك تعاند الطفل، دائما الطفل بده مسايره لحدود. طبعا اكيد ما فيك تجي انت كمان فوق طاقتك، لا، في امور مثلا كلمات، في اسلوب بتستخدميه مع طفلك صدقا بتجيب كثير نتيجه حلوه. صحيح. يمكن في كلمات تحفيزية أو طرق تحفيزية أكيد حتى بتساعده لاتخاذ القرار. نحن بنشوف في فروق فردية، يعني حتى بنفس العائلة، يعني بتقول لك أول ولد يختلف عن ثاني ولد، هذا شخصيته قوية، هذا لا بيستحي، هذا بيخجل. من البداية كيف فيني أنا بلش مع الطفل ببعض المهارات ببناء شخصيته؟ حتى اليوم بتشوفي مع السوشيال ميديا واليوتيوب بتلاقي الأولاد بيقعدوا ساعات طويلة، التواصل بتلاقيه أقل، مو مثل قبل كيف كان عندنا المساحة الواسعة. وأساساً قبل كان في عندك خيارات واسعة، يعني كان فينا نلعب عند الجيران، كنت فيك تلعبي بالحارة. هلا هو الموضوع مختلف، يعني حتى المهارات اختلفت عند الأطفال. هون كيف فيني أنا ضمن العصر والتطور الكبير ما فيك تلحقيه قد ما كان، لأنه مش فقط أنت اللي بتربي، يعني في شركاء كلهم موجودين للأسف معك، بس أنت عم تحاولي تحمي من كل هي الظروف. كيف فيني أنا بلش شوي شوي مع بناء هي الشخصية لخليه ياخذ قرار؟ هلا نحن دائما هي مثل ما تفضلتي حضرتك وحكيتي انه الطفل الاول بيكون غير الثاني. صحيح. في اختلاف دائما. انا بدي اعطي سبب منطقي لهذا الموضوع، انه نحن دائما الولد الاول
منتعب عليه بانه نحن نطلعه مثالي 100% بدون اخطاء، بدون اي شيء هو بيكون فيه. فهون الطفل عم تضعف شخصيته. بنجي للولد الثاني بنتركه على راحته، فبيكون الولد الاول هو اللي اكل نصيبه بالتربيه الزايده، يعني لانه دائما نحن بدنا نوصله للطب المثاليه، وهذا الموضوع ما له صحيح 100%. يعني لا، وحتى بيكون الاهل ما عندهم خبره كافيه لتربيه الطفل. فنحن ما فينا نطلع طبعا طبعاً اكيد، بس هو هذا سبب اساسي من الاهل. والفروق الفرديه اكيد بنلاحظها بين الاخوات، بنلاحظها بين المجموعات، هذا الموضوع اكيد. ودائما نحن بنحاول نبعد الطفل عن الواقع، هذا الواقع. يعني اتخاذ القرار لازم يكون بناء على واقع عم نعيشه، مو بناء على الخيال. الاهل دائما، وخصوصا الاهل اللي بيكون عندهم مثاليه كثير كبيره او بدهم يمشوا ابنهم على هي المثاليه، بنصور لهم الواقع على انه هو جميل. هذا الموضوع غلط، لانه الطفل هو ما بعده ضمن هي الاسره، ما بعده موجود عندنا هون. هو رح يطلع لبرا مدرسة، ورح يطلع يشوف اطفال تربيتهم مختلفة عن تربيته لإله. انا اللي بدي اعلمه لطفلي مو انه انت بعد عن هي المجموعات، لا، كثير غلط. انا بعلمه كيف هو يتجاوز هي المرحلة بدون ما تأثر على شخصيته. هذا الموضوع كثير حلو. وعلمه كمان كيف هو يكتشف نفسه. انا الطفل ليه بيكون متردد؟ لانه هو اساسا ما بيعرف شو بده. صحيح. انا لما بخليه يتعرف على نفسه، بيعرف نقاط القوه، نقاط الضعف، هو لحاله بصير بيعرف شو بحب، شو بيكره. يعني بيجي لولد مثلا، انه كثير اهل حتى بنلاحظها، انه انا بدي احطك بمعهد موسيقى، انا بحب هي الاله، انا مثلا بحب الرسم، انا ما دخلت مثلا فنون جميله انا وصغيره، انا بدي خليك تدخل بهذا المجال. هذا بدي بدي احقق حلمي بطفلي. هذا الموضوع غلط. ما الولد ما بحب الرسم. لا، خليه هو يبدع بمجاله، يبدع بهوايته اللي هو بحبه. وناكد له، يعني اكيد مو بس الطبيب هو المميز، مو بس المهندس، كل حدا ناجح بمجاله بيكون مميز بالعمل. أكيد نغم، ودائما نحن نأكد على نقطة أنه التشاركية بين الكادر التدريسي كان ومع الأهل. يمكن اليوم إذا كان في تشاركية وكان في تفاهم بيناتهم، نقدر أكثر نبني شخصية هذا الطفل. اليوم الطفولة والأطفال بحر من المعلومات، وبدها جلسات وجلسات. بدي أتشكر حضورك لليوم، يسعد صباحك. يسعد صباحكم، صباح المشاهدين. شكرا لك.